فديشنت يعني سيدي يصور لي اياها. لم يعترف المتهمان بأنهما كانا جزءا من نظام الأسد المسؤول عن عمليات التعذيب والقتل، ودليلهم في أنهم انشقوا وغيروا موقفهم من النظام. هكذا قال أنور رسلان وإياد الغريب خلال عملية التحقيق معهم من قبل الادعاء الألماني، كما نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية. أنور رسلان الذي كان رئيساً لقسم التحقيق في الفرع 251 أدلى بشهادته التي تضمنت عدة اعترافات حول عمليات تعذيب وقتل داخل زنزانات الفرع المشهور بفرع الخطيب السيء الصيت، لكن ما تأكد أخيراً أنه انشق عن النظام بعد حجز فصائل المعارضة لصهره، ما دعاه للخروج إلى الأردن عام 2012. المحققون الألمان يعتقدون أن أنور رسلان لم يقم شخصياً بالتعذيب، لكنه كان على علم بذلك، كما أمر بالتعذيب جزئياً في بعض الحالات. وذكر معتقلون سابقون أنه كان يحضر أثناء فترة التحقيقات في الفرع ويتعرضون للضرب أمامه أحياناً. مجلة دير شبيغل التي قابلت أنور رسلان عام 2013 ونشرت شهادات حول عمله في فرع الخطيب بعد عام 2005، والذي تركز على التحقيق مع الإسلاميين الذين أكد رسلان أنه يتم تدريبهم من قبل أجهزة مخابرات النظام لنشر الإرهاب في البلاد آنذاك إذا تطلب الأمر. قبل أشهر قدم الادعاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحق ضباط من النظام بتهمة قتل مواطنين فرنسيين سوريين في المعتقل، واليوم اعتقالات أخرى في دول أوروبية وفرص لمقاضاة مرتكبي الجرائم من أركان النظام، خصوصا مع إعلان المدعي العام الألماني أنه يحقق بحوالي 20 اتهاما ووجود مذكرة توقيف بحق رئيس المخابرات الجوية جميل الحسن.